مرحبا بكم في الدقيقة 16 من بس دقيقة، وفي هذه الدقيقة راح نغير طريقة العرض شوي ونتكلم بالعامية. هل تزور جارك؟ بعضكم راح يجيب نعم وبعضكم بيجيب بلا، وتختلف الإجابة على حسب المنطقة اللي انت عايش فيها. وهذا يدفعنا إلى السؤال عن علاقاتنا الاجتماعية، على أي أساس راح نبنيها؟ فمعظم القادمون من القرى يرون أن أهل المدينة جافون اجتماعيا، وما يروح يزور بعضهم بعض، وما يلتقون لا في أفراح ولا في أتراح. بس تعالوا، ترى أهل المدينة ما جاي من كوكب أورانوس، وما مشكلتهم أن سكان المدن الجدد في كل نهاية أسبوع يرجعوا إلى قراهم ومدنهم وولاياتهم. وللحديث بقية، طابت أوقاتكم.